هو صحيح في كلام الليل حتى لو ما نلقاوش حل للحكاية نتاعكم، على الأقل المشارك يحكي، وكي يحكي راهو تحصل الإفادة. معناتها نحكي هوني من الطرفين، نحكي إذا كان هو يحكي حكاية وإحنا نتعلموا منها، وإلا حتى نأطروا الحكاية، وإلا نجموا نعاونوه باللي نقدروا إحنا في البرنامج. هذيك هي الحاجة الباهية. شكرا على ثقتكم، حاجة باهية لما تكون ثم ثقة متبادلة بيناتنا، ونفرح برشا كيف جينا برشا تليفونات على 58 400 100. التليفون الأول اللي جينا من عند سي رشيد. مرحبا سي رشيد، أهلا وسهلا. مرحبا بك، وعيش خويا. شنو أحوالك؟ شكرا على ديوان أفلام، وشكرا على هذا تعليم التليفون. تحية الميسر. ميسر هكا الصحة. والبرنامج أنا ديما فيه نتبع فيه ونطلب. الحمد لله كي تحصلت اليوم. يعيشك يا سي رشيد. باش نحكي مشكلتي. أول مرة أول مرة تسمعنا ولا ديما تسمع البرنامج؟ لا نسمع ديما ديوان أفلام، نسمع فيها البرنامج الكل، فهمتني، من النوف الوردياني، من الكيب الأخرى نتاع الصباح نتاع السبعة. هاي الرف معك. تحية للبرنامج الكل الأولاد الكل اللي قاعدين يخدموا خدمة كبيرة. أنا نخدم تو طيب في الحمام. هاي. ديما بنكر الراديو نخدم. نعمل تجربة ونخرج نسمع. عامل جو مع ديوان أفلام. صح عليك يا سي. صح عليك. الحمد لله اليوم وصلت عليك. شفت محلاك الانسان حتى لو هو يعيش في البساطه يبدا مقتنع بحياته، ومقتنع باللي هو قاعد يعمل فيه، ويعيش في السعاده. يعني انت توا قاعد تخدم في الحمام طيب، قد تكون سعيد اكثر من انسان ما نعرفش انا وين نجم يكون توا في نزل خمسه نجوم. هذيك الحاجه الباهيه. اول حاجه خدمتي فيها اجر، ثاني حاجه حتى انا ناخذ مقابل بس في الاجر، وديما الحمد لله نعاون في الناس. عشان تخل نشوفوا معاه نزور مزمر ما عندوش باش يعمل طياب، يغسل واحد ونحط له ظهر ونعمل حاجه باهيه. ربي يعاونك، ربي يعاونك يا سي رشيد. قداش عمرك يا سي رشيد؟ 58 سنه. 58 بس 58 وشويه. ما تبانش، تبان اصغر في الصوت. الحمد لله الحمد لله. زي ما نقول الحمد لله. تكلم فينا منين؟ من حي تضم. من حي تضم. تحية لأولاد حي تضم من الكل يا سيدي، وريانا وتونس كاملة. وبيت بيها عايش خويا. أي يا سي رشيد، منين نبداو؟ منين تحب نبداو؟ أي. كيما بدينا من الأول كلمتك قلت لك أنا تعرفت على فتاة. قداش عندها الحكاية هذه؟ الحكاية ما من 95. من عام 95 تبارك الله. 95. 25 سنة تقريبا عندها هك. هكاك يعطيك الصحة. عندي صاحبي أنا فهمتني مشيت بحده. هاي. هو أصل فلسطيني. هاي. مشيت حداه نلقى هي عنده المعينة المنزلية تونسي. هاي. وهو باش ينقل. يعني جاته نقلة. جاب هذيا المعينة المنزلية وكل شيء. هاي. شوية باش يهز وشوية باش يصدقوا فهمتني؟ معقول. هاي وهذا صاحبي. عمل لي تليفون. هاي. قال لي يا سيدي إذا عندي شوية باش فاضل باش يهز. لقيت المعاينة المنزلية هذي عندي. تسمع ذي؟ هاي. شوف تحرك كي تخدم عنده وتهز في دار تبارك الله تركز فيه وحدها وتهز وتحرك باش يهز ولا باش يفرز هكا. هاي. باش يخليه. تحط نخزر لها من ما ياخذ منه هنا. الحق عجبتني. انت عجبتك خدمتها ولا هي عجبتك الرسم؟ لا عجبتني الرجوله نتاعها يعني. معناها خدامه جارحه خدامه بجرديه تبارك الله بصحه راجل مصلحني بي. هاي هاي هاي. عندي انا شكون يعرفها فهمتني؟ هاي. مشيت له قلت له انا اكوا كان الفلانه هذيا تحب تقبلها تنجمش تحكي معاها؟ قال لي لا يبارك. اوكي كي حكي معه كل شيء قلت له اوكي تقابلنا مشينا حكينا قلت له انا هكا وهكا عجبتيني وكذا وكذا قلت له مرحبا. انت دخلت من الباب الكبير تحب تاخذها؟ من الباب الكبير. باهي وقتها ما كانش فما التعارف برشا، كان نوعا ما زواج تقليدي يظهر لي. معناها عجبت التعارف حتى التليفونات وقتها مازالت ما كانش فما معناتها واحد. مرة وقت انا حكيت لك قبل كنت نخدم في التعليم العالي. هاي. حتى عطيتها تليفوني تكلمني على السندار يطلبوني نمشي نحكي معها واحد مرة نتقابلوا مرة فهمتني نقول لها راني مش نجم ما نجمش حسيت. هاي.
بعدنا من ذاك البريود بتاع 5 شهور. نعم. قلت لي شو عارفك بدارنا؟ مشيت. عرفت بدارها ما فرحوا بي الحق، ناس مكرمين وكل. هاي؟ قلت لهم يجي ناخذ من اركاديا. أنا مرحبا. جيت 31 ديسمبر 96. تبارك الله عليك، ذكرتي انت التواريخ. الحمد لله الحمد لله. هاي؟ وانا نعطيك حاجه. انا مش قاري جمله. ريتني المعلم ولا لا شوي كنت نعاون قبل نحكي لك. هاي. الكتاب، ما تعرف الكتاب. هاي هاي هاي. كان نمشي بعد كلمه بنهزم على الحصر بلاصه ظل في الصيف. نقرا معه ونقعد نسمع من بعيد ويقرب الكلام. هاني نكبت شويه الحمد لله. اما القرايه عمرها ما كانت كان القرايه اللي ناخذوها في المدرسه، فما ناس عصامي التكوين وكون روح وتعلم، لانه المدنيه يا سي رشيد راهي مدرسه كبيره تخليك تتعلم. اي اي لا الحمد لله الحمد لله. انا انا نخدم خدمت الرشيد كرشيد مواد غذائيه وتوابل وفواكه واحد. من كثر الخبره واحد وليت نقرا بك الفاتورات والحمد لله فهمتي بشوي نهجي ايه تعلم الحمد لله. باهي حاجه باهي الحمد لله. ايه فهمتي عرست مشيت اختبت كل شيء. قعدت المده فهمتي وشرت عليك كتبان الزخ، كتبت الزخ بتاع كل شيء. علاش شرت عليك كتبان الزخ؟ على الدخول والخروج؟ خاطر ماني انا لا على الخروج نمشي 9 ساعة نطلع عليهم في الدار وانا عندها اخواتها مصلي على النبي بنت رجال الحمد لله ما وصلنيش بعيب واحد. امها باها متوفي ما خلصت عليها من الحق. امها قالت لي راهو الاولاد قال خوني واحد لازم نتعرس. قلت لها اني ظروفي تعبه تو من زيد نفتك بحاجه. العام هذاك توقفت من الخدمه هذيك نتاع وزاره التعليم العالي. ما حبيت ندخل التفاصيل. جات مشاكل ومن وقفوني من الخدمه. حسيت خرجت من دورهم تعبا قالوا لي عرس باللي يجيو منا. حسيت لميت ريح وكل شيء وعرس. ايه عرس من هنا بلاي سير شيت حاجه بركه دقيقه. فقط معلومه نحب نعرفها، قداش فرق عمر بيناتكم انت وزوجتك وقتها؟ قداش بيناتكم؟ والله هي اكبر مني ب6 شهور. هي اكبر منك ب6 شهور. باهي معقول. هي اكبر مني اكبر مني ب6 شهور فهمني. ما عليناش في العمر واحد ذكر. عرست وكل شيء لميت روحي منه منه والله عرس ماهوش هكاك مستور الحمد لله. باهي من الاحباب ومنه ومنه شويه وبغسر انا بطال وتلزيت مش نعرف عرس خاطر حبيته فهمني. الى حد الان قاعدين نحكيو على حكايه محلاها كتب ربي عرسته باللي موجود الفايده عرسته. ها كلها باهي التو كلها باهي. باه شنو مش باه؟ تعرس خويا ما جاش حاضر وما صرحتنيش. شنو الموقف اللي خذيته وقتها؟ موقف صعب علي انا عرست وشيء كما قلت لك جيت دخل اكتشفت كل شيء. هو فما حاجتين هون، يا اما فما شكون يوصل يطلق ويقول لك ما صرحتنيش من الاول، فما شكون اللي ياخذ اكس اخر يقول لك انا انا جاتني فرصه جات لي انا نمشي معاك وانت تحب وتحب تمشي على روحك برا وانا ما سمحتها مش يا تنسحب يا تكمل معناتها عندك خياريه. انت شو اخترت وقتها؟ يعطيك الصحه. انا ما خضرتش لها خاطر هي خبت علي كل شيء اسمع بي. خضرت للعائلة نتاعها حالتها الكل بي وما سبلهمش هما بحكايتها. اي تفهم فيا؟ ما هما حكايتها ما سبلهمش بها. انا رزمت شنو باش نعمل؟ باش نحكي فاهم؟ جاتني صعيبة ياسر. عندي خاطر فاميلا عندي الحمد لله بها. نفسي نزرعهم. تحملت وسكت. فهمني؟ هاي عديت مشيت الحكاية وعديت مدة وأنا تبارك الله عندي تو بنية وليد منها بسم الله ما شاء الله. هاي بنية في الجامعة تعمل أونجلي دافير والوليد فهمتني عدى الباك ما نجحش مش أدبر خدمة كيف وبر الحمد لله الحمد لله. باهي فهمتني باهي
اما من بعد هذه احكي كل المشاكل ولات من هي زاد روحها ولات تحمر في الاولاد عليا بس ما نكذبش عبد من الناس هي تخدم معيز رسمي معينه منزليه او نكلمك الرسمي باهي بليه وعيب ليه وحرام معينه منزليه هاي التو ما زالت تخدم يا رشيده التو تخدمها نعم التو ما زالت تخدم زوجتك التو تخدم وزي ما نقول لك عامل عمليه ومركبه بيله على القلب ومن وتحب تعاون باهي تحيه ليها ومراه تعبه برشا وربي يكون في عونها هاي يعطيك الصحة اكتب تبخين اخويا عندها حاجة بعيد على الحياة الزوجية غربت منها طيب مدة 3-4 سنين هربت منها نعم تصور انت تهرب من بيت النوم تيجي ترقد في الصالة حق اولادها بنتها في بيت والولد في الصالة احنا ضربنا على قدها ما كذبش عليك عندي البيت والصالة وبيت اخر طفله في البيت والولاد في الصاله وانا في البيت. تمشي تعرق الصاله وترقد، حكيت 3 سنين وانا تعب، تعب بالكدا. حدثت لما تعديت تكلمت ما عرفش قلت انا هزك تبدي من الطبيب نفساني حاجه رافضه حاجه ما زلنا زواج ولا كيفاش. بعد 25 سنه اللي حكيت لك عليها زواج تعبتني برشا. وانا ما ونعطيك حاجه تسمع بيا خويا معاك يا رشيد نسمع فيك قاعد مركز معاك اي وصلت شكت بيا 4 أو 5 مرات عليه؟ ما يصرفش درسنا ومنا الحكايات وانت ما تصرفش يا رشيد؟ لا انا لا نص واسمع ما نكذبش عليك باش نقول لك حاجه قد تكون ما تصرفش كما يلزم وكهو باش ما نقولوش ما تصرفش يعطيك الصحه لا وسمع حاجه اخرى انا سمع حاجات تشكيني نقول لها مش صارف وما عادش حتى برنك ريت شنو الحاجة تشكيني فعلا انا نصرف ونجيب وانت تكسيني في حاجة مثلا هيجي من تخمي احكوا شوية وانت شنو تبدي هارب يعني تكلسيني انا نبطل نهرب 3-4 ايام ما نصرفش نحكوا الواقع يا فهمتي هاي بجنبي راكده مش هنا هي اما سياسه المقايضه يا عم رشيد ديما مش باهيه المقايضه اش معناتها مقايضه؟ معناها يعني نصرف وانت تكون معايا تكون معايا في المستوى فاهمك الحياه الزوجيه عاديه فاهمك انا اما المقايضه هذه ما نحبذهاش برشا فهمت اش نحكي لك؟ ماذا بيه الانسان خاطر واجب انه يصرف اي هو الواجب انا واجب عليا باش نصرف على ننفخ وعليا وعلى مرتي وعلى اولادي وكل شيء فهمت لكن هيك الضغط نتاع الحياه نتاع بلادنا ما غير ما ندخلوا بالتفاصيل فهمت الثاني صار 20 و25 دينار يقسمها شوي شوي ما يصيرش 100 وذو والله صدقني انا نحلف يا سيدي عندي 2300 ذو ماهوش خالصي يا والله ماشي والله كيما نحكي لك زوز مية زوز مية كل مرة بنتي هما يخصوا هنا نمشي ندفع 700-800 نرجعوا نزيد نوحل نرجعوا نزيد نوحل بالثورة التو صدقني بالثورة التو توصل لك البيعة هذيك ونزيد نمشي ندبر وندور الحبيب الله يرحم والديك والديها عاونوني نمشي ندفع 800-700 ونرجع الزوج التوحل باهي الحكاية الكل انا مرضي ما نجمها انا ما نجمش لا نسيبها لا نشكي بها ورغم اني قلت لك شكي بها قداش من مره وما تروش في يا عم رشيد ايش نقول لك هو ما نتصورش انت يرضيك انه ام عيالك انا عارف هذه من الاول خاطر ما قلت عليها كذا الباهي مراه وقفت معاك مراه باهيه ورغم الصعوبات معناتها انت كيف كيف وقفت معاها من الاول في البدايه وهي وقفت معاك من بعد هذا ديجا جانب باهي معناها ومراه في العمر هذاك مازالت تخدم معينه منزليه رغم التعب رغم كذا ماهيش سهله راهي خدمه فيها برشا تعب وفيها برشا شقاء انا ما نتصورش انا شو نقول لك هي ما حقاش شكيت بيك معناتها انا ديما نحكي على اللي انت حكيته يا عم رشيد
ما حكاش. لا والله الاسكيت بيا زي 4 5 مرات. ما 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 ما, ما توصلش لل وشرشيت وتوقفت وصلحت والحمد لله. وانت اونتر طون يا عم رشيد يلزم مفسر جديد في الحلقه بتاعكم، يلزم مفسر جديد، بمعنى مفسر جديد. الحياة الروتينية اللي تنجموا تعيشوها على طيلة 25 سنة وأكثر، لأنه برشا راهو وجه نقول لك برشا دي كوبل يعرفوا كيفاش يجدوا العلاقة نتاعهم في كل شيء. راهو يا خويا اسمعني هاي. أنا نحب نجدد كل يوم، نحب نجدد صدقني كل يوم نحب نجدد. ما عرفتش هي تعبت مرض مش ماهو، قد يكون التعب الجسدي، لانه ايش نقول لك الانسان لما يكون تعب في البدن نتاعو والمخ يخمم والنفسيه تعبت. نعطيك اكزامبل، انت تو كي تخمم لي على ورقه الضوء اللي هي مش خالصه، سي نورمال باش تبدا مشخشب فيها الحكايه، ويدك على قلبك يجيش يقصوا عليك. انا زاد عندي الستريس اكثر من هي، يمكن التريبل نتاعها هي الستريس اللي عندي انا. هي شيء عندها ستريس وتخمم تقول لها نوم نوم نوم، لكن انا عندي كيف الستريس اللي عندي. لكن انت تحي شويه هكا اعطي نهار الرزق، تقول الرزق نوم المراه كي تضحك له وجهه وتبشبش فيه. ستان بيبي ايش يعمل هو؟ اي ستان بيبي، ستان بيبي يعرفوها كل في قلبه في جيبه وكل صعيب. يا عم رشيد انت تبارك الله خبره في الزواج 25 سنه. الراجل الجمله هذه يعرفوها برشا، الراجل سيتان بيبي، بيبي رضيع. اي بيبي صغير بلغتنا احنا نقول بيبي. اي يعني الحكايه راهي ما تطلبش فور كبير برشا في انك تجدد الروح روح العلاقه الزوجيه، لانه الروتين قاتل أنا جدا. اخسر انا نحب نجددها كل ساعه بساعات، فهمت؟ لكن ديما نلقى الصد اكثر من واحد. ريت سواء نكلمك حاجه في البنت كات ناخذ يمكن 24 ساعه ناخذ 4 ساعه حكايه كلمه وضحك، فهمتني؟ بعد كل وقت من 24 ساعه 23 ساعه وربع ما عنديش فيها مظهر وما عنديش فيها حتى، فهمت خويا؟ ممكن انا نعذرها ضغوط نفسيه ومديات ومنه، يعني الحمد لله انا من جنك اللي نصور وناكلوه وديما بنتني عايز حاجه نجيبها ومنها وين ساعات ما نجيبش، فهمت؟ وساعات نقعد بطال، فهمتني؟ وهي تغلف وهي تغلفك من الشيرة الاخرى تكون انت بطال. تغلف هي شنو والله الحمد لله، فهمت؟ ريت الفرنك اللي ندبره في الدار كوزينه تعبه كلانبي مكرونه كسكسي حاجه العولة، ما صدقني عندي 25 سنه حتى من نجيب سان سميد تعولوا في دارهم ونجيب. عم رشيد وقتاش اخر مره خرجت انت ومرتك من الدار مشيتوا حتى على ساقيكم تتمشوا حتى في جنيه الباساج اخر مره وقتاش؟ صدقني اخر مره والله يا ما نكذبش عليك عندها 10 سنين يا معلم. يا معلم هي ما عادش تحب تخرج، فهمت؟ صدقني ولا تقول لي انا مريض تعبان هاي نزل حتى الاولاد راه ولادي هاي ماما عرفت شنو ساعات كي تعمل يشدوا الاولاد فاهم، انا نبدا انا مش في الدار تعمل لك تعمل لي تليفون تقول لي انا خارج انا وليت، نقول لها برا اتفرج خارج يا وليت تمشي تعمل انت دورها، فهمت؟ ابار اولادها يا عم رشيد راهو ايش نقول لك؟ الخروج من الروتين حتى نعرف الظروف على قدها، حتى بابسط الاشياء، حتى خويا تخرج وتتمشى ورا راهي عندها دور كبير برشا عم رشيد، النفس الجديد، الروح الجديده، هذا ايش نقول لك؟ حتى لو زوجتك قد تكون متناسيه هذايا والا ضغط الخدمه، خاطر انا ديما نعذر المراه علاش؟ لانه سي با فاسيل تربيه صغار وخدمه ومعينه منزليه، راهي خدمه فيها ضغط رهيب جدا من بين الناس والتعب الجسدي والنفسي في اللحظه هذيك. تقول لي راني صدقني تقول لي راني نخدم عندهم صدقني قول لي راني انا حشيك وعندي قدرك ومش يعني نزم فيهم، تقول لي انا راني عرشي واصلي خير منهم هم، هم مشغلوا فيا بكا هو ما هو لحد خير من حد، اما المشكله فهمها لك ماذا بين العلاقه تكون باهيه بين الاجير والمؤجر في حكايه المعيد المنزليه. لا الحمد لله عمر اسمعني والله نحكي لك حكايه، انا قلت لك 25 سنه نعرف تخدم والله يعني برشا ناس تصور 25 سنه كل ما يجي مترسمه يعني لا
فهمني. اخر مره تخدم عند واحده اسبانيوريه كانت من اسبانيا، والله عطيتها الدار الكل وفلوس باليورو وبالدولار، وتعرف هي السيدة فهمت تقري هنا ورجلها صحفي. هاي 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 سلع عني بيه فلوس من الاورو حتى ما تلبيش. عطتها ثقة، عطتها ثقة كاملة. كيما تحطم كيما تنجم، عمرها ما تغير فرنك. تبدا متى بالشر دوره ما تهزش تعمل. يا عم رشيد. باهي خلينا نبداو توا اخويا نلخصوا الحكاية، خاطر براتيك ما ثم حتى مشكلة انا نشوفها توا. انتوما كوبل متفاهمين على هم الزمان وواحد يهز واحد. الحمد لله الحمد لله. حويجه بركة عم رشيد تو انت. حال حزلي روحك شوية انت في امور المصروف وفي امور الدار، ما تسالش نعرف راني مرة ثم مرة ما فماش، اما خويا عمل جهدك كامل. ريتي يا عم رشيد نهار من نهارات، اغزل لي اغزل لي، نهار من نهارات خويا. انت ما نعرفش شنو هي الحاجة اللي تنجم تجيبها، حتى بسيطة برشا. حتى بخالف فدلكة، راهو هذا يصنع برشا فرق في الحكاية. رانا ما نجموش نعيشو كوم دي روبو، راني ما اخي ما قد يكون نكونوا روبوات، رانا بشر عندنا مشاعر وعندنا احاسيس، والاحاسيس هذه يلزمها تتغذى. تجي شجره ما تسقيهاش 10 سنين ما هي تموت. الاحاسيس كيف كيف صديقي راهي تموت بالوقت. دونك اللي نقوله لك انا توا وانا نعمل نحسك تبارك الله عليك، معناتها مش ناقصك الدور هذا، نحسك مكلماني وتبارك الله عليك. الدور هذا هو دورك انت باش تنجم تقف معاه. انا مقصر، انا مقصر، مقصر، انا مقصر. هاكي هي كي تسمع ليميسيون باش تعترف لها اللي انت مقصر خويا. دونك دورك انت صديقي الغالي باش تخدم على الحكايه هذيا، ما ناقصكم حتى شيء. تحيه ليك، يعطيك الف صحه عم رشيد. شكرا ليك صديقي الغالي، يعطيك الف 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 صحه. وبربي الكلام نحب نعقب عليه على كل العلاقات الزوجيه اللي تدوم سنوات وتعيش حاله ركود سنوات، ما يخرجوش ما يتكلموش ما يبدلوش الجو. ثم اللي يقول لك الكلمة العجيبة الغريبة ما عادش يخرج علينا. لا لا يخرج عليك. علاش يخرج عليك؟ انك تخرج تمشى وانك تجيب كادو وانك تعمل قهوة وتبدل الجو وتخرج تعشى لبرا. ردوا بالكم تكونوا روبوات، اصعب ما قد يكون تكون روبو. تقوم الصباح تحط فطورك تتعشى ترقد تدوش وكملنا. لا اصعب ما قد يكون التبديل وتحريك المشاعر هاي بالفليقي مهم جدا في حياتنا، مهم بأبسط ما قد يكون. راهي والله له ماديات، اللي عنده فبها، اللي ما عندوش راهو انك تخرج تتمشى وتضحك ضحكة من القلب وتبدل الريتم وتبدل الامبيونس، رانا بحاجة لها والله. لو يبدأ عندك مال قارون وما تعيشش الحاسيس هذية، اعرف انك ما عملت حد شيء. ونعرف انه برشا تحت ضغوطات الحياة المرأة تخدم والرجل يخدم ويكمل، وضغط الحياة ايه سيختو، ضغط الحياة، ضغط العروفات من شيرة وضغط الصغار وضغط المادة مشكلة كبيرة برشا. 58 400 100. تحية كبيرة لكم الكل. 58 400 100 رقم البرنامج. ديما نعاود نشارك، ديما نعاود نقول، خاطر برشا قاعدين يبعثونا في دي ميساج على الفيسبوك. ماهوش على الفيسبوك البرنامج، بالتليفون نجموا تشاركوا معنا كان بالتليفون. قسم الاخبار يكون موجود معاكم تمام العشره نتاع الليل، اخر الاخبار المحليه الوطنيه والعالميه، من بعد نرجع في كلام الليل.